السلام عليكم. وعليكم السلام خويا مصطفى. اولا كنبدا شكرا بزاف على الاستضافه. مرحبا اخويا. شكرك بزاف، وصراحه فكره، اولا كنشيد بهذه الفكره اللي درتي، فكره صراحه كانت خاصه لي جون في المغرب، بخاصه في المغرب كانت خاصه الفكره هذه، بخاصه كلقاو في فيسبوك وكلقاو في لي ريزو سوسيو غير لعبات، يعني قليل فاش كلقاو برامج بحال هادو اللي كيفيدوا لي جون مع بعضياتنا، كنحاولوا نستافدوا مع بعضياتنا وكنحاولوا يعني نوريو كاع اللي عنده ديز اكسبيريونس مزيانه خايبه كيف ما كانتش، يفيد بها الناس اخرين اللي غادي يجيو لهاد لي زيطاب اللي حنا وصلنا ليهم، ولا ناس اخرين اللي وصلوا لدي زيطاب اللي مازال ما وصلناش ليهم غيفيدونا حتى هما. فعلا فعلا، شكرا بزاف على هذه الفكره هذه صراحه، كنحييك. يعني والشكر هو الصراحه هو ليك انت، والشكر للجميع الطوف اللي كيدوزوا معنا، اللي كيشرفونا وكيبغى يبارطاجيو مع الشباب اللي يلاه طالعين واللي يلاه كيقراو دبايا الباركور ديالهم، هادشي كيشرفنا، وحتى الناس كيفرحوا كيفرحوا بهم. واش راك كتشوف لكم لي كومونتير وديما كنتي معنا كمتفرج اليوم راك معنا، راك انت هو ضيف الحلقه. مرحبا بالسي محسن. وطبعا الحال كنشكرك انت اللي شد القياده وغادي بهذه الفكره هذه. انا مول الجوق، انا مول الجوق. كاين مول الباش وكاين كل شيء. المهم لا اله الا الله. سي محسن، المهم راك عارف ما نحتاجش نقول لك شنو كاين، راك عارف عندنا ساعه معاك ان شاء الله، غادي نحاولوا نكملوا ديرك كامل الفقره ديال لي كيسيون، غنحاولوا ندخلوها في ديك الساعه، ما قدرناش راه غادي نطول واحد شويه كيما العاده. مرحبا. وبالنسبه كيفاش اللايف كيدوز، راه كتكون معنا في ديك الفقره الاولى كنحاولوا نتعرفوا عليك من في المحطات الكبرى اللي كيما كنقول اللي دزتي منهم، من بعد في الاخر كنحاولوا نعرفوا شنو كدير اكشوالمون، زعما انت دابا في الخدمه ديالك وهكذا. المهم باش نحافظوا على هذا لا كرونولوجي بحال هكا. مرحبا. دونك السؤال الاول اللي غادي اللي كنوجهوا لجميع الضيوف كما العاده، هو شكون هو محسن المرزوق؟ خويا محسن المرزوق واحد الانسان اللي كان عنده واحد الحلم، وحلم واخا طراسه في الاول كبير شويه، مي قال ما عنده ما يخسر، غادي يمشي فيه، غيمشي فيه حتى الاخر. الانسان اللي ما مشاش في الحلم ديالو، يعني كنظن ان حياته كدوز مملة، ما نقولش ضايعة، مي كدوز مملة، كدوز ما عرفش شنو الفكرة، حيت ما عمري جربتها، مي ديما الحلم ديالي انا هو اللي غادي فيه، نهار على نهار كنعيشو، نهار على نهار كنجري عليه، عام على عام كنحاول نتراسي الاهداف اللي بغيت نوصل ليها، وكان في الاخر العام كنشوف واش وصلت ليها ولا لا، انا ما وصلتش ليها خاصني اميليوري هكا. هذه هي حياتي، هذا هو محسن. ومحسن انسان اللي بدا من الزيرو، يعني من الزيرو كنقول ماديا فكريا من جميع النواحي، يعني الانسان اللي خرج الكاريير بروفيسيونيل خرج مازال صغير بزاف، وتقاتل باش ما كان، وكانت عنده الدومين ديالو اللي كيخدم دابا هو الدومين اللي كان غير هاوي ليه في واحد الوقيته وعجبو، وسبحان الله العظيم، يعني كنقول لك الاستور ديالي ملي كنقول للناس كنعاود الناس، واكبر مثال اللي كنقول لك فيه اللي كيتمثل فيه الخير وفي ما اختاره والله، يعني انا كنت باغي واحد اللحظه، كنت باغي واحد الاتجاه، وكانت عندي هادشي اللي كنديرو دابا، كان عندي غير هوايه وكنت باغي غادي في واحد الاتجاه، داك الاتجاه بقيت غادي وكنضر معاه تعيش، ما بغاش يوصل، ما بغاش يتحقق. في الاخر لقيت راسي انني رجعت للهوايه، والحمد لله الهوايه اللي سهلتها ربي وولات كارير بروفيسيونيل ديالي وغادي فيها مزيان. تبارك الله عليك. هذه من احسن الانترودكسيون اللي كانوا معنا، شي زوين، وكاين بشر الناس يكملوا معنا اللايف. اخوان الا كنتو كتشوفوا معنا اللايف اول خطره، مرحبا بكم وخليكم معنا. دونك دابا محسن، نتايا كيما العاده بحال جميع الناس قريتي لي الكوليج ديالك، الليسي ديالك، ربما في الكوليج اختاريتي علمي، توجه علمي في الليسي ماشي تقني، ياك علمي علمي، كنت علمي
هضر لنا اكثر على التجربه ديالك في الليسي، علاش اختاريتي علميه وعلاش مشيتي ربما ما عرفنا شنو درتي الصراحه، واش درتي سيونس اكسبيريمونطال سيونس مات، وهضر لنا على التجربه بطريقه ليش لي شويه تكون قصيره شويه. هو غنبدا لكم الكوليج، يعني في الكوليج كنت انا من داك النوع اللي كنقول لك اللي قلب لي على داك الحاجه الصعيبه، داك الحاجه اللي ما بغاوش يديروها الناس قلب لي عليها، غنمشي نديرها، غنمشي ندار مع حتى الاخر. هادي هي اللي كتعجبني انا، هذيك هي اللي في اللي اللي كيعجبني في راسي صراحه. الحاجه اللي كتعجبني في راسي هذيك الحاجه اللي ما كيبغوش يديروها الناس كنمشي ليها انا، اللي كيتخوفوا من الناس كنمشي ندار مع الناس الاخر. في الكوليج كيف قلت لك الانسان اللي خرج للدوم يخرج الكاري بروفيسيونيل من الصغر، يعني من الصغر كنت ديما في الصيف في اوقات الفراغ ديما عندي ديبريكول هكا كنخدم طنطن، والهوايه ديالي اللي كانت هي الالكترونيك والانفورماتيك كانت كنبغيهم بزاف، يعني شي حاجه كنت كنديرها وانا باغي داكشي اللي كندير كنتمتع به. داكور نبقاو في هذه النقطه ديال البريكولاج، ومن بعد من بعد نرجعوا للشيء الاخر ديال كيما قلت لك ديال شنو اختاريتي نتايا كم دي شوا ديال في التوجه ديالك في المدرسه. دونك بريكولاج شنو كتعني بهم بالضبط؟ بريكولاج انت في الصيف، انت مازال في الليسي ومازال كتضرب بريكولاج، شي بغيت تقول لي؟ في الكوليج وفي الليسي حتى من الكوليج، يعني من الكوليج ما كنقولش السابعة الثامنه تقريبا من التاسعه كنت خدام في ميكانيك، كنت خدام في كراج ديال الميكانيك، كنت ميكانيك في الصيف كنخدم ميكانيك 3 شهور كامل، الناس كيمشيو يصيفوا انا كنت كنصيف سيمانات تقريبا، مي الاغلبيه كنمشي كنخدم في لا ميكانيك، والناس كنت داك المحل اللي كنت كنخدم فيه يعني كان كيعجبهم داكشي اللي كندير معاهم، وكيشوفوني الانسان باغي يتعلم باغي يعطي كيقول كي ما بغيتي تجيجي، يعني كتكون عندي غير نهار كنمشي. وميم طون في دوك الايام ديال القرايه كنت يعني سباق شويه ديال الانفورماتيك، يعني كنت ديما هز معايا السي دي ديال الفورماطاج، واي واحد في الكوليج بغى يفورماطاج شي بيسي كيعيط لي يلا فورماطاج. وكا هادي ما بريكواش كنت كنضرب، يعني كنت تقريبا كان يعني كنصور شويه بطبيعه الحال اللي كانت غير شي حاجه بسيطه وصافي، ما كانت هوايه انك تعاون الناس وتفيد الناس في هذا الدومين وكيشوفوك الناس انك يعني باغي وعاطي فيه مزيان. دونك انت مازال صغير كيما قلتي في الكوليج ديالك في الليسي كنتي كتدخل نفس الكراج ربما كنتي كتمشي ليه باش كتضرب معاهم واحد 3 شهور ديال الصيف ميكانيك. ميكانيك شنو كتعني بها؟ غير الموتور لا غريس ولا كدير حتى البارتي الكتريك ديال الطوموبيل؟ لا غير حيت هما كانوا كيديروا ديك الساعه غير لا ميكانيك، كنت كنتعلم معاهم غير لا ميكانيك، ما كنتش كنفوت لا ميكانيك غير لا ميكانيك. الساعه الالكتريسيتي والالكترونيك ما كنتش ميتريزي مزيان، وكانت كضروري راك عارف فيه لو ريسك كثر، ماشي بحال لافورماتيك كتيستي كتقلب لي فوريم كتدخل ليهم كتقرا داكشي وكتعاود تجرب الناس داكشي داروا الناس وكتبقى تجمع ديك اكسبيريونس ديالك. الالكترونيك والالكتريسيتي ما كانش اللي كيعطيك لي زانفورماسيون بزاف فيهم داكشي علاش. دونك رجعوا لليست ديالك، انت في الليست ديالك 5ام 6ام انت كيفاش كنتي في ديك الفتره؟ اون بوين كنتي كتخدم في الصيف، كنتي كترجع في وقت القرايه واحد شويه ربما عيان، ناس ربما مرتاحين كذا دوزوا الصيف ديالهم، نتايا كتدخل شنو بعدا لي شوا اللي اختاريتي؟ نتايا كنتي درتي علمي من بعد عندك سيونس اكسبيريمونطال سيونس مات، ما عرفتش كندير سيونس مات في 6ام، كندير سيونس مات السيونس مات لان كيف قلت لك كان الحلم ديالي هو لي فورس اوايا انني نكون بيلوت في الحربيه الملكي. اخويا الضيوف ديالنا كاع بغيو نديرو اخويا طيارين تبارك الله. واش غنقول لك، انا مشيت في الحلم ديالي صراحه، انا مشيت حتى لواحد النقطه اللي ربي بلوكاني فيها، قال لي صافي بارك عليك هنا ما عندكش فين تمشي في هذا الدومين هذا، ما غاديش عليك فيه. يعني درت جهدي الجهدي كامل فيه، واحد لحظه لقيت راسي مبروك، يعني ما بيديش حيله كيف كيقولوا. دونك اش سيزيام تختاريتي باش دير سيونس مات، وفي الباك تاهو دوزتي انت باك، دابا الباك اللي عندك انت اش من شعبه سيونس مات؟ عندي باك سيونس مات، وكنطلع مع واحد القضيه انا في سيزيام كان عندنا في ليستي كان عندنا دو كلاس ديال سيونس مات، انا كنت في الكلاس الثاني ديال سيونس مات، انا الوحيد اللي طلع كمل سيونس مات للباك. علاش؟ كيف قلت لك في ديك النقطه الاولى هو تحدي، يعني
بغيت جوج دريم في الماسيون صباط انا غنكملها غنجربها على الله مزيان. حنت انا شي علاش انا اللي طرحت عليك السؤال. حنت بزاف الناس كيكونوا دايرين مثلا في السيزيام من بعد في الباك كيقلبوها كيقول لك لا بغيت ندير شي حاجه اللي غنجيب بها النقطه مزيانه ندخلني شي مدرسه. انت لا انت كنتي داير سيونس مات وكملتي فيها ضد سيونس مات ضد في كل خصني نكمل سيونس مات مزيان. واش مشي الباك ديالك من العام الاول ولا بقيتي؟ جبتو في الاستدراكيه. جبتو في الاستدراكيه. الاستدراكيه كانت داك النقطه اللي كنتي تجيب في الباك واش ممكن مكناتك تدخل شي مدرسه ولا ما قدرتيش تجيب حتى شي؟ كاملين كنت شوف تقريبا في ليز داتونت تقريبا في اغلبيه كنت في ليز داتونت. قبلت في مدارس مي كانوا بعاد عليا بزاف ما كانش تقدر نمشي لهم ماديا يعني كانت لو ستي ديال الصويره لو ستي ديال طنجة فهمتيني يعني كانوا دي زيكول مي ما كنتش يعني موتيفي انا نمشي لهم باش نبعد على الدار ونبعد على اللونتوراج ديال اللي كنت عايش فيها. حتى اللونتوراج كيف قلت لك ديك الساعه ما كانش غير ايتويت كان حتى كاري بروفيسيونيل كان يعني كنت كنبريكولي كيف قلت لك شويه هنا شويه هنا شويه هنا يعني كان عندي بزاف الحوايج شادهم ما كانش غير كنقرا وصافي كنقرا كنخدم كنقرا كنكمل في الهوايه ديالي اللي هي خدام بها دابا فهمتيني يعني باش نخرج من داك اللونتوراج ونضحي به كامل ونمشي لواحد المدرسه اخرى ما كانش عندي. لان الاساس في الاصل درت السيونس مات غير باش ندخل الاف ار ا لير فورس رويال ولير فورس رويال فاتها العام الاول ما نجحتش ما تقبلتش. هي كان فيها الميزه وانك تدفع العام الثاني فني تدخل لو اف بي دي وعاود دفعت العام اللي عاود دفعت تقبلت فيها وخصني نمشي ندوز ديك الساعه الكونكور. الاشكال فين كان عندي هو ان كيف كنت ساكن في حي محمدي في واحد الكاريان وديك الكاريان كان عندنا مشكل هو يعني كان كيريسكي الا بغى يدخل الكاريان كان كيخصو يضحي فيه يدخل الكاريان عندنا يعني كان فيه شويه اجرام كان فيه شويه تخوف من ما فهمتش قلتي لي محسن على وي صافي قول لي كيفاش شنو المشكل اللي كان عندك باش علاش ما كانوش كيقدروا يدخلوا الكاريان؟ المشكل عندي هو ما كانش كان كيتخوف من انه يدخل الكاريان انه هو كعارف كان مشاكل طبيعي الحال كتلقى الكاريان ديما ميزولي على العالم على ماشي العالم على اللونتوراج اللي داير فيه وكان ديما هو واحد النقطه او بوين نوار في كاع لي كارتي اللي كيكونوا حداه فهمتيني. الفاكتور كانوا عنده دي زيستوار خايبين تماك ما كانش كيبغي يدخل فكانش كيدير كان كيحط فاكتور كان كيحطها مع واحد مول الحانوت برا على الكاريان. انا كنت بغيت الفاكتور كتفكرني بحال العيبات مزيان فهمت دونك انت هي كملتي واخا كمل ليا ملي جاتني الاستدعاء جاتني معطله يعني فات الوقت باش انا نمشي انت كنتي واخا انت كون جاتك مثلا في الوقت ديالها وداك الشيء كنتي ممكن تمشي واخا دوزتي عام ديالك في الحال طبيعي الحال غادي نضحي بداك العام ديالها في بيبيتو كنت غادي نمشي ضروري لانه كان الحلم ديالي وكيف قلت لك هذه هي الحاجه اللي بلوكاتني وندم ودوزت واحد الفتره اللي الفكره دي فيما كنحتاج شي حاجه كنمشي نقرا في الانترنت. قلبت في الانترنت لقيت واحد ديكور ديال واحد استاذ بروف سوري كيقري في جامعه هارفارد في الالكترونيك وكان ديك الساعه كيدير لايف في فيسبوك كان كيدير لايف على 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 لي كور اللي كيدير في الجامعه وكان كيديرهم بلونغلي وكيدير بعض المرات ترجمه في التحت وميم طون كان دار شانيل في يوتيوب كيحط فيها داكشي اللي سوفغارد من دوك لي لايف. فانا كنت كنتيليشارجيهم وكنت كان دوك لي لايف كنت كنسوفغارديهم انا وكنتيليشارجيهم انا في سيب هذيك الساعه ديال لا كونيكسيون ولا كنت كنتيليشارجيهم وكنعاودهم في الدار يعني. ف يعني واحد النيفو اللي كيقراوه الناس اللي دايرين الماستر في الالكتروني وكذا انا ديك الساعه بديتو بديت المهم خصني ندير شي حاجه يعني ما غاديش نبقى مريح خصني ندير شي حاجه. انا كيف كنقول لك نشديت الباك فاش كنقلب على الخدمه انا شديت الباك فاش كنقلب شديت الباك باش دفعت لانابيك قلت لهم خدلتني نخدم قلبوا لي على الخدمه. انا خصني نوقف راسي براسي صافي واحد اللحظه اللي وصلت ما دينا انا خصني نوقف راسي براسي يعني ما خصنيش نبقى محتاج شي حاجه. هو صراحه انا ما غاديش يعني ما نكذبوش يعني ما كانوش الدار باخرين علينا بزاف يعني كانت ديك الساعه امور ماديه متوسطه يعني الاساسيات متوفره ولكن الكماليات ما متوفراش وانت باش ديفلوبي راسك ما متوفرش فكان خصك ديفلوبي راسك
كيف قلت لك شديت الباكوش نقلب على خدمه ما قلبوش على خدمه قلبوش تلعب انت عندك الباكوش تقلب على خدمه دوم الباكوش تقلب على خدمه نيسك الله يلعادي صافي كيف قلت لك مش تدوز ديك الفورماسيون تقريبا فيها شي 270 فيديو 275 فيديو كنقول كل فيديو فيه ساعتين ثلاثه الفورماسيون ام حسين فين دوزتها هو فورماسيون كيف كنقول لك غير خيار كان كيديروا واحد استاذ سوري انا عاق عليه سميتو وليد باليد دابا راه عنده قناه في يوتيوب حابصوف غادي فيها شي فيديوهات من دوك الفيديوهات اللي كان كيدير فيهم لايف ولكن انت فين لقيتيها واش في يوتيوب لقيتي هاد الفورماسيون ولا لقيتيها غير في شي سيت احنا ديما كانت عندي ديك الفكره فين ما كنبغي نتحشى شي حاجه كنمشي نقرا في لي فوريوم كندخل كندير داكشي في جوجل كنقرا لي فوريوم لقيت في واحد الفوريوم انهم كيذكروا داك السيد انه بروف واعر وكيعرف يوصل الفكره كيعرف يوصل المعلومه فقلت راه نمشي نقلب لقيت عنده باج دخلت الباج لقيتو كيدير لي لايف لقيت كنتفرج دوك لي لايف وكنتيليشارجي كنصوف غارديوم وكنعاود نتفرج فيه من بعد فهمتي من بعد ولاو هذاك اللي لايف اللي كان كيدير من بعد ولا كيحطهم في الشانيل عنده في شانيل يوتيوب سميتو وليد باليد صراحه انا كنشكر راه ما كاتكونش ديتو كون عندك جو دابا دابا وليد الذكي هذا ماشي باليد صح والله ولكن الكنيه ديالو باليد ما عنده ما يدير صافي يعني من تما بقيت نتبعو بقيت نتبعو تقريبا 275 فيديو وكان عندي رمضان وكنت صافي يعني مدي قلت في هاد الحالة نفسانية يعني اللي طايحة ولكن كنت موتيفي غير لهاد الهواية يعني كنشد داكشي وكنعاود نراجعو كنقرا كنتفرج في الفيديو كنحل ديك لي زارغوريتم اللي كان كيحط كنحاول نحلهم بحال دو نيفو اللي كيقراو الناس في الماستر ديك الساعة اللي كيقراو في الجامعة في هارفارد صافي بقيت معاه تقريبا عندك دوزو في شي شهرين تقريبا بالاخص واحد الشهر كان فيه رمضان دوزو كامل غير فورماسيون ديالو هو كنقراها وكنعاودها كنقراها وكنعاود ساليت الفورماسيون قلت خصني نتيستي راسي فهادشي اللي فورميت فيه راسي شنو الفكره طاحت عليا كان ديك الساعه الاب ديالي كيخدم شوفور ديال طاكسي صغير فقلت انا وكان ديك الساعه كان يعني كيشوفني كنقرا في داكشي كيقول لي هادشي راه عندنا كنشوفوه حنا في لي كونتور ديال لي طاكسي ديالهم الصغار طاكسي احمر في كازا انا نقول طاكسي احمر طاكسي صغير فقال لي هاد لي بياس كيبقى يدوي معايا هاد لي بياس هاد لي بياس كنشريهم اللي كتقرا عليهم انت كنشريهم حنا كنخدمهم هنا كذا فطح شي فكره قلت شي نشوف هاد الكونتور ديال الطاكسي مالو شنو فيه كاع راه نشوفو كيفاش ممكن انه يتصور اجي نحلو هاد الطاكسي نطلع شويه الروسيطه شويه هذاك الفورماتور دسترني فقلت اجي نشوف انا هادشي اللي ففريمون بقيت كنقلب في بار انترنيت لقيت كيفاش انا ممكن انني نصوب شي ما لقيت ممكن لي لوجيسيال غنخدم بهم تيشارجي شي بديت كنتريني مي راه تيكرا نصوب البروتوتيب الاول ما خدامش الثاني الثالث الرابع الخامس بقيت حتى وصلت لواحد الريزولطا اللي مرضيه يعني وصلت انني ممكن نصوب كونتور يعني ديك الساعه كيف كنقولوا كاين فحنا في الالكترونيك كنحطوا غير واحد لابديك واحد لاكارت هكا وكنشانتو من الفوق يعني غير داكشي غير كيف كنقولوا مرقع يعني محطوط ما يخدام الفونكسيون يعني من بعد ممكن تهزو وتخرجوا سيركو امبريمي وتخرجوا برودوي انت يا قبل ام حسين قبل فاش كنتي كدير هاد الفورماسيون فهاد لي لايف وهادشي مع عمرك ما جربتي ديما كتشوف داكشي كتقيدو في ورقه وستيلو وصافي عمرك ما جربتي فشي شي كارت شي حاجه ولا كوديتي حيت راك عارف الالكترونيك عندنا في المغرب راه ديك وبالاخص في ديك الوقيته راه كانت شي حاجه نادره المهم خدمتي داك البروغرام تما في الطاكسي الصغير خدم لك جربتي كلشي شنو استعملتي في هاد اول تجربه ديالك باش تصايب هاد الكونتور ديال الطاكسي الصغير شنو الادوات اللي استعملتي من غير بي سي ولوجيسيال استعملت المصلوح كاين شي حوايج ممكن تاخذهم في الانترنت باش تصاوب سيركوي امبريمي باش كيف كنا كنديروهم ورقه ديال المجله كتطبع فيها وكدير فيها مصلوح في واحد لاكارت ديال النحاس من بعد عاد كديرها في واحد البرود مهم كاين دي شي حوايج بهم بحال هكا باش تبدا يعني باش كتبدا مهم خصك تخرج ديك الريزولطا الاول وتشوفها قدام كيف ما كانت يعني ادوات بسيطه يعني ممكن كاين في الانترنيت كتشوفهم باش كتصوب سيركوي بريمي من بعد كتاخذ لي سيركوي وكتسويه السيركوي كيف قلت لك كنبقى تاخذ من عند هذا من عند هذا ولا كتحيدو من شي كارت قديمه ولا هكا المهم كملت البروتوتيب الاول خدمتو تيستيتو خدام امار شافو الوالد ديالي يعني عجبو شاف البرودوي شاف فريمون الكونتور يعني داك اللي كاين تما راه كاين يعني اللي خداه هو من شركه فرنسيه كبيره كتصوبو راه
واحد الانسان يعني مريح في الدار بيزي بادوات بسيطه قدر انه يصاوبو بروغرام حتى درت ميكرو كونترولور بروغراميتو خدم داكشي مزيان امبيكاب. طبيعة الحال ما كاملش في لي نورم ديالو باش انه يخدم في توجور مي خدام مي لي فونكسيون خدام مزيان يعني خاصو شي حاجه بسيطه باش انه يكمل. فبقى عندي هذاك البروتوتيب وبقيت كنقلب شنو الحاجه اللي ممكن على انني نزيدها فيه وما كايناش في لي بروتوتيب في لي كونترول اللي كانوا ديك الساعه. فلقيت على ان لي كونطور اللي كانوا ديك الساعه كيحسبوا البيرسون كيحسبوا شخص واحد ملي كتطلع في طاكسي الطاكسي كيركب ثلاثه الناس فاللي ركب الاولاني ملي كيبغي يركب الثاني خصو يعقل على شحال وصل باش يحيدها للثاني اييه ملي كيركب الثالث كيعقل على الثاني شحال وصل باش يحيدها للثالث وهي غاده يعني الشيفرو ممكن على انه يغلط يزيد على هذا ولا ينقص عليه ولا فهمتي. فلقيت انا نزيد البوسيبيتي انني نزيد اوبسيون اخرى انه يحسب ثلاثه ديال الناس كل واحد يحسب ليه بوحده بلا ما يبقى الشيفور خصو ميموريزي في عقله ويعقل على كل واحد عادي يحسب عادي. راك عارف في السوق انا ملي كتكون صايق وبالاخص عندنا في المغرب ما يمكنش تقع على شي حاجه غنعرف شد رقم مزيان ايوا بصح بصح وهاد القضيه ربما كتبان سهله من ناحيه الفكره ديالها ولكن التطبيق ديالها ما عرفتش ولكن علاش هما ما فكروش فيها قبل باش يطبقوا هاد الفكره؟ لا هي كاينه ماشي كايناش هي كاينه الفكره كاينه غير ما كايناش بداك البيجي ديال داك الكونتور الصغير اللي كيحسب لي واحد فهمتيني يعني ما اللي شوفور ديال الطاكسي ديك الساعه اللي كانوا كيشري كونتور ب 5000 6000 درهم كانت بالنسبه لي شي حاجه فهمت غير ديال واحد الا ديال الا خدا ديال ثلاثه الناس خصو ياخذ ب 10000 درهم ولا 12000 درهم يعني الا كان الثمن كبير ماشي الا حطيتي لي بنفس البيجي يعني نفس لي كومبوزو نفس البيجي باش طالع هذاك اللي كيحسب واحد غيحسب ثلاثه شنو الفرق هو بوطون والغوريثم غتزيدو في البروغرام داكور دابا في الاخر الوالد ديالك دابا واش ولا عنده الكونطو ديال ثلاثه الناس ولا بقى عنده ديال واحد واش اختل الفكره ديالك ولا ما استعملتش؟ لا هو شاف الفكره وعجب بالفكره ولكن كاستعمال ما تشقش على انه يستعملها هذا هو الاشكال اللي كان عندنا حنا اللي عانيش منه سنين وسنين هو انك ما كتكونش الثقه ملي كيشوفك كيشوف واحد جون كيقول لك شي عنده كتقول لي انا ممكن نديفلوبي لك واحد لا سوليسيون ما كيتيقش ماشي بالضروره المره الاولى كيتيق انا باقي لحد الساعه كنعاني من هذا المشكل بزاف الناس كتجي كتقول لي غنديفلوبي لك سوليسيون كومبلي بحال كيف كتشريها من برا بيجي قل من برا بزاف كاع ما كيتيقش يقول كل ما يمكنش على مالك الناس كيشفرونا وراه فريمون كيشفرونا ماشي انا كيشفرونا راه فريمون كيستغلوا الكلام ديالنا هذا مشكل هذا مشكل حيت عندنا ديما ما كنشجعوش المنتوج ديال البلاد ولا ما كنشجعوش المنتوج الوطني وما كنشجعوش الشباب هادشي علاش الناس كاع اللي كيديروا المقاولات كيعانيوا من هذا المشكل هذا فري ما كايناش الثقه اخر خاص في الدومين فالدومين تاعك بالنسبه لهم كتبان لهم بحال مخترع كتبان على الاساس انك مخترع يعني غتخرج الواقع فهمتك كيما كاين في هذا الدومين كتلقى في دومين اخر بحال ديال الماكله مثلا كتلقى ماكله اللي هي بحال مثلا نقول واحد ياغورت اللي هو بحال واحد شركه اللي فرنسي واحد شركه فيها منتوج اقتصادي تقول منتوج اقتصادي راه داير لينا فيه السحور كيخرجوا لي سبه ضروري ماشي فاش قلت انا قلت مع راسي انا اش غندير في داك الكونتور يعني خصني هذا الكونتور ما يمكنش غنجي ونحطو خصني ديفلوبي خصني ندير شي حاجه. فهاديك الساعه العام الثاني كان عندي ستاج في سوسيتي دوز دي ستاج في العام الاول فون سي اف لارو زيرو كتمشي كتنعس كدوز ستاج فون سي اف كتمشي غير كتنعس في التران ما كاينش اللي يوريك ما كاينش اللي كيعطيك وقت باش يوريك. دوز ستاج في سوماكا كذلك نفس الشيء لي تكنيسيان باك بليس دو باك بليس طوا كيبدلو غير لي لومب ديال لاتولي ديال الفابريكاسيون ديال هذا الشيء. علاش عندنا هذه الفكره اللي هي شويه شغن نقول لك فكره اللي كتخلي نشوفوا الناس ديال السونتر كانهم ناس اللي ناس ما كيعطوش القيمه ديالهم ما ناس اللي تبارك الله بقراو مزيان كيعرفوا عندهم بزاف ديال لي كومبيتونس بزاف ديال الكفاءات ولكن ما كنستعملوهمش حيت ما كنتيقوش فيهم الناس اللي ربما كنكالفيهم انهم ما ينجحوش حياتهم وبالتالي كنعطيهم يبدلوا بولا. وصراحه هذه الفكره هذه ماشي حنا اللي درنا ريوسنا يعني اش غنقول لك هي مبدا بحال التجاره مبدا العرض والطلب يعني واحد الحاجه ملي كتكون معروضه بزاف كيقلب تقل قيمتها يعني السونتر ملي كتنزل ليه المستوى ديالو كيولي غير اي واحد ممكن يدخل
ولا واحد اللي في انا ما كنحقرش ما كنقش من قيمه واحد اللي عنده نيفو باك ولا عنده تاسعه وطلع وقرا مع صحاب الباك في باس ترايل فيرست فلا ما كنقش من هكا مي نو سميتو البلاتفورم كامل ديال لو اف بي بي تي فيه خلل اللي هو ما كيخليش يعطي لذاك المتخرج من لو اف بي بي تي قيمه بالاخص في لا كونتيتي. في كل عام كيخرج الاف كتخرج من 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 من, من لو اف بي بي تي والالاف اللي كانت قبل العام باقا ما خدمتش كامله فكاين فائض فبطبيعه الحال غادي غير في هذا الفائض غادي غنحطوه فاش ما يعني اي حاجه خاصه بغينا نسدو بها واحد الشان عندنا شان دو بروكس بغينا نسدو هذه يعني نحلوا واحد المشكل هنا غنجيبوا ارخص حاجه اللي هو اللي كان متخرج من الويف بي بي دي غنحطوه في هذه البلاصه هذه باش يدينا هذيك القضيه يعني ما فهمتيش اش بغيت نقول متفق معنا هو المساله في الويف بي بي تي لا كونتيتي كتخرج كل عام كتخرج واحد العدد كبير و واللي فورماسيون يعني اغلبيه ما كيكملوش ماشي في الاغلبيه ما كتكملش كتكملش الفورماسيون يعني كتلقى واحد ديما ناقصينك في العام واحد ربعه ديال لي موديل قاري غير سامع عليهم ماشي تقاريهم غير سامع عليهم عارف سميتهم وصافي كيقولك صافي هذا السير ما غاديش يتحط غير سير فهمت هو الصراحه الشيء اللي درتي نتايا مزيان حيت انك كنتي جامع بين الفورماسيون ديالك اللي كنتي دايره في لو اف بي بي تي كنتي جامع بين الكفاءات ديال هذا بالاخص كنشكر هذا المنبر سميتو هشام بي لاشين ديالو سميتها هشام بي كل معلومه وكيحاولوا يفيدوا خوتهم يعني صراحه هادو باش كيزيدوا يعني بهذا وراني انا ممكن نوري واحد اخر وهي غاده ومنطو الافكار غاده كديفلوب لي زانفورماسيون غادي كديفلوب فهادو هما اللي بداو الفكره صراحه نتايا محسن نتايا في هاد العامين ديالك في السونتر درتي جوج ديال لي ستاج على حسب ما فهمت واحد في لاين سي اف وواحد في سوماكا وفي العام الاول درت جوج ديال لي ستاج حيت كتقرا شهر وكتستاجي شهر درتي شكل هذا الشكل ديال الالتيرنونس فهمتك بحال الدراري اللي كيديروا دياغنوستيك اوتوموبيل حتى هما كيديروا بحال هكا واحد الدرك نعرفه وي كتقرا شهر وشهر ستاج ناكور شهر في سوماكا درتي نتايا في سوماكا ولوين سي فيك العام الثاني فين دوزتي العام الثاني هي فاش خديت القرار قلت ادوز العام في لوين سيف اللي شركه كبيره في المغرب ما تعلمت حتى شي حاجه مشيت لسوماكا حتى هي شركه كبيره في المغرب ما تعلمت حتى شي حاجه فعلاش غنمشي نقرب على شركه تستافد منهم لقيت ان الشركات الصغار هما اللي ممكن تستافد منهم لانك كتبقى متحكم معاهم كل نهار وكتكون منك اللي ريسبونسابل منك لي زانجينيور منك الديريكتور ما فهمتيني يعني كتكون كتحكم في الكاريير بروفيسيون ديالك اكثر من انك في شركه كبار كتلقى ريسبونسابل ديالك قد ما كتشوفوش يعني كيجي الصباح كيمشي يقضي لي زونترونتي اللي عنده ولا المانتونس اللي عنده كيمشي في حالته من تماك وزينات كبار فهمتيني يعني فكان ما كانش نقدر انني نكمل في هذاك حتى انا بغيت نستافد ستاج ما يمكنش غنضيع في الوقت خصني نستافد اوكي العام الثاني مشيت للستاج كنسول لقيت في العام الثاني مشيت كنقلب على راسي على ستاج يعني العام الاول العام الثاني باش كتدخل لانسافلو تدخل سماكا كتدخل بيستون غير ستاج خاصك بيستون ما دخلتش بيستون في لون سيف وفي سماكا العام الثاني مشيت قلبت على راسي باش نقلب على راسي ستاج هز السيفي ديالي وكندور باغي ستاج حتى مشيت لواحد الشركه صغيره كاينه في كازا في ايميل زولا سميتها سي دو زو كومبوزو الكترونيك ايميل زولا كيبيعوا لي كومبوزون الكترونيك فسولته قلت ليه واش كتقبلوا لي ستاج قال لي راه كنديروا ريباراسيون ممكن انك تجي تعلم ريباراسيون ديال لي كارت الكترونيك لي موديل الكترونيك تسكي الكترونيك يديروا لي ريباراسيون فقلت صافي مزيان دفعت ستاج قبلوني دخلت ستاجيت في الشهر الاول ما ديتش معاهم ستاج ديش معهم ستاج مريح كنتعلم الريباراسيون الكترونيك يعني كنتعلم كيفاش ممكن انك تقرا لي كاع لي كومبوزور تعرفهم لي خدام لي خاسر لي زيكيفالون ديالهم الا شي واحد خاسر ما لقيتيش حيت في المغرب ماشي ديما كاينه لا ديسپونيبيليتي ماشي اي حاجه كتقلب عليها في الالكترونيك كتلقاها يعني انت خصك تحاول تادابتي راسك مع داكشي مع 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 لي ديسپونيبل عندك هنا في السوق المارش فبقيتش كنتعلم فهذاك الشهر
مشيت عند ريسبونسبل ديال ديك لا سوسيتي قلت لي راني ديجا صوبت واحد الكونتور ديال الطاكس ها انت ها شوفها كيفاش كيدير كيفاش كيدير يا معلم امبيكا ديال هذا ديال تيدوز ديال هذا هذه اللي قلت لينا اللي كاين اميزولا كومبوزو الكترونيك اميزولا ورشي الكونتور ورشي الكونتور ورشي الكونتور قال لي امبيكا قال لي واش ممكن انك هذا ممكن نخدمو به عند ديك الساعه كنت انا ديجا اموريوريتو قديتو ديفلوبيتو اكثر قلت لي على طبيعه الحال ممكن انا نخدمو به ونانستاليو في الكونتور ويخدم لي خدام لينا قال لي سامارش قال لي انا نقلب لك على انفيستيسور اللي غانفيستي معك في هذا البروجي هذا يدخل معك في هذا البروجي هذا هادشي انت مازال ديماني في السونتر محسنين انا مازال في دوزيام اني في السونتر سير الله صافي قلب ليا قال لي واحد السيد ما نقولش مغربي حيت مغربي مي عادي يعني هو كشاف هو شاف القضيه كشاف واحد صغير باقي ما عارفش ما عندوش ليكسبيريونس فقال راه جيت ندير راه غنغمق عليه فجا قال لي غنشري من عندك الكونتور تبيع لي الكونتور تبيع لي البروغرام لي شيما تبيع لي كامل عندي لي كونسيبسيون عندي لي فابريكاسيون من وراك بلا كونتيتي اللي بغيت انا ديك الساعه ما الكونتر كيف كان قلت مع راسي انا كونتر صوبته ممكن صوب ثاني صوب ثالث نديفلوبي نصوب اللي بغيت يعني حتى اللي صوبو فهمتيني يعني قلت صافي مرحبا الرسول فجلس واحد انت عند بالك انت بعتي لي الماتيريال واش راه ما عندك الفكره هو اشتري الفكره وانت في راسك راه بيع لي الماتيريال فقلت انا فداز واحد يومين صافي تفهمت معايا على واحد الثمن داز واحد يومين جاب لي كونترا قال لي غتجلس معايا كونترا هي كونترا على اساس انك ما غتصوبش وما غديفلوبيش هاد الكونتور ف انا واخا كنت محتاج ماديا ففرفضت انا الفكره هذيك فتبعتها وما بغيتش انني نبيع عادي لانني كنت كنشوف راسي انني هذا ممكن نربح فيك نقول هذا السير غير ما عليا انا فهاد قاعد الكونتور ما درت به والو نشدو نخليه عندي نخليه غير ذكرى لاني ديفلوبيت واحد النهار شي حاجه وما غاديش نجي نبيعو ويطلع فوق من داري حيت في المغرب اللي كيشوفك باغي طالع وعندك ما تعطيك يبغي يستغلك كاين هاد القضيه فبقات بقى كيمشي ويجي كيمشي ويجي كيمشي ويجي سبحان الله العظيم داز مده عاد جا عاوتاني عطاني واحد الثمن المهم صوبت ليه واحد البروتوتيب صوبت ليه بروتوتيب اخر اللي صغير عليه وبلا كونطراب ولا والو بعتو ليه واحد الثمن اللي قل من داك الاول اللي كنت فهمت انا وياه عليه فهو شنو جد شد داك الكونتور مشى حطو لشركات اخرين شدو ديفلوباو ولا كيتباع في المغرب اوفيسيال بسميتو هو ولكن الامور غادي تدور عاوتاني الامور غادي تدور عاوتاني كيفاش غادي تدور وان مازال الحمد لله غادي تدور عاوتاني غادي يدوز سنين وغيجي في الكونفينمون ملي غيحسبوا غيحبسوا عليه لامبورطاسيون دابا شي دار حتى من بعد رجعوا لي راه ما تحركش معنا المراحل الناس غيمشيو يخليونا صح داكور دونك انت كنتي مازال دوزيام اني في السونتر راه لك هادشي كامل عشتي نتايا من خلال الستاج ديالك من خلال داك الكونتور اللي صايبتو من خلال التجارب اللي عشتيهم التعلم ديالك في الانترنيت عشتي هادشي كامل من بعد باش تخرجتي من السونتر شنو درتي الا كنتي هادشي انت درتي انت مازال في السونتر ملي تخرجتي شنو درتي يا محسن انا ملي تخرج في السونتر بحال هكا ما تخرجش انا قبل ما انا بحال سالي العام الاول صافي بحال تخرج اصلا الكونتور كنت ديجا وليت ولي بروف كيف قلت لك كنت لي بروف مصاح معاهم بحال كنعتبرهم خوتي الكبار ما كنتش كنعاود لهم بالاخص دي بروف واحد البروف سميتو اطلس من بعد ولا ديريكتور في السونتر في محمديه وريته هذاك الكونتور شدو مشاده تيستاه في طوموبيل عرفوا خداو كيف فونكسيون مزيان قال لي شوف اولدي انت سير خدم لك مع راسك ما عندك ما دير بهادشي اللي مازال باغي نقريو لك ما غادي يفيدك بوالو شافي باللخر شافي باللخر اشنو لا يقولوا كيعيطوا لي غير اللي فامودي فيما كاين شي فامودي كيعيطوا لي ولا كيعيطوا يديك وير عندنا فامودي ما كنمشيش نحضر ما كيحيدوش غير غير شنو كتعني ما فهمتش القضيه اللي قلت لينا فامود اللي فامودي فيما كتكون صافي اللي يعني كيعيطوا لي غير اللي فامودي ماشي اوبلي ما بقيتش اوبليجي بحال الاخرين انني خصني ضروري نحضر كل نهار ما بقاوش كيتقلقوا من هذه المساله هذه ما بقاوش كيقيدوا لي الغياب لا والو ولد المدير عندهم نمره التليفون
واش المدير كتجي انت هو داك هومون الغاش اللي هضرنا عليه في الاول كتجا كتحضر ليهم كتقول لهم اجي نسي نعمر شويه لا مزيان وفي الانترنيت ملي شافوا هذه القضيه هذه كان عندنا كانت عندنا مشات ليا السميه ديالها في كل عام المغرب كيشارك في 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 واحد المسابقه مشات ليا السميه ديالها كيشارك في واحد المسابقه عالميه ديال مشات ليا السميه ديالها كانت داك العام في البرازيل في لي سونتر كيهزوا في كل ميتي كيهزوا واحد ولا جوج كيمشي يشارك في كيمثل المغرب في شي بلاد اخرى في ديك الميتي كانت عندنا الاولمبيات كانت عندنا الاولمبيات وفتعزلت انا غادي ندير ديك الاولمبيات ولكن المشكل عاوتاني حنا في المغرب الاولمبيات ديال داك العام كانت في البرازيل جا واحد المدير الله يجازيه بخير ضرب الميزانيه ديال ديك الاولمبيات ديال داك العام وخلانا حنا مشهورين في البلاد ومشات المغرب شارك في الاولمبيات كيما ضرب الميزانيه ضرب الميزانيه تحد ما هضر معاه ما حتى حاجه حنا انا ما نكذبش عليك انا ما غاديش نحكم ولا نقرر على انا شنو طرا بالضبط ديك الساعه مي حنا كنا كنقاو حتى جا عندنا واحد النهار قال لك راه ما بقيناش غنمشيو اشنو كاين ما شنو كاين الهضره باش كدور لا راه المدير شدوه لا راه واحد اخر فواحد البلاصه شدوه هو اللي كان ضرب الميزانيه ديال ديك حيت باش تمشي تما خصهم يخلصوك لي زوطيل خصهم يقريو كنا مازال عاوتاني دوك دي فورماسيون خصهم دي براتيك يعني خصهم يشريو ماتريال اخر يعني خاص بزاف الحوايج خاص الطياره خاص طوطي تماك يعني خاص بزاف الحوايج يعني خاص ميزانيه كتخسر الاو اف بي بي دي باش تصيفط ليفيكتيف ديالها يمشيو يشاركوا في ديك الاولمبيات فهذاك العام ضربت الميزانيه صدقنا تقنيونات ما مشيناش للبرازيل كان عندنا في البرازيل داك العام خويا زقلتي لي ريو البرازيل صافي انا ركز ديك الساعه على الكاريير بروفيسيونيل حيت العام الثاني من فلويف بي بي تي ركزت انا على الخدمه مع دوك لا سوسيتي اللي كنت درت عندهم ستاج حيت ملي درت عندهم ستاج هما كانوا كيديروا الفوند ديال لي كومبوزون وكانوا كيديروا الريباراسيون ديال الكارت الكترونيك من بعد ملي شافني انا السيد ديفلوبيت الكونتور ولا كيجيب لي دي كوموند ديال ديفلوبمون يعني كيجيو دي كليون كيقول لهم حنا بغينا نصوبوا واحد لاكارت بار اكزومبل كدير لي هاد لي فونكسيون كدير لي هنا كتخدم لي الموتور كدير لي هادي كدير لي هادي فهمتيني وكنحاول كنديفلوبيوها شكون هو السيد اللي قلتينا واش هو داك النيت اللي كاين في ايميل زولا ولا داك السيد الاخر هو داك النيت ريسبونسابل ديال ديك لا سوسيتي ريسبونسابل تكنيك لا سوسيتي فزاد هاد ليطاب ديال الديفلوبمون كلش عندنا القضيه ديال الديفلوبمون ولا كيشد لي كوموند في الديفلوبمون بدا كيكوميرسياليز هاد القضيه ديال الديفلوبمون واش كندير ما بقاش كندير ريباراسيون واش كندير ديفلوبمون اي سوسيتي عندها بيزوان في شي كارت الكترونيك يعني شي حاجه كيشريوها من برا ولا شي حاجه كيجيو عندنا كيقترحوا حنا نديفلوبيوها لي كنديفلوبيوها وكنبيعوها لهم بلا كوبي اللي بغاو هما يعني زادوا ان ديبارتمون اخر ديال ديفلوبمون عندهم استافدوا هما او ميم طون عرضوا لي انني نتونكاجا معاهم صافي من تيمين تخرجت ربما هذا اول تجربة اللي غادي تاخذها من ممر القرايه ديالك اللي ماشي ستاج غادي نقولوا كونطرا ديال وا ما تكذبش عليك خويا يوسف انا صراحه انتصرت شويه ورفضتها انتصرت شويه ورفضتها خويا كيف قالك يعني صراحه رفضت علاش انني كان عندي واحد العرض اخر ديك الساعه العرض ديال واحد الانتربرونور اخر كيصوب لي ماشين اندستريال وعندو هاد المشكل في لوطوماتيزم وفي لي كارت الكترونيك في لي ماشين ديالو ديما كيبقى يصوب غير مانيوال لي بوطون خدم هاد الموطور طلع هاد الفيران دير هادي فجا عندنا كنديفلوبيو ليه دي كارت انا ديك الساعه كنت مازال غير ستاجير كناخد واحد المونطون تقريبا صغير في الاخر الشهر كيعطيو ليا مي غير بريم يعني ماشي صالير كيعطيو غير بريم على داكشي اللي ديفلوبيت ليهم انا كنستافد كنتعلم فيهم نيت باش نزيد نجمع ليك اكسبيريونس في ديفلوبمون وهما طوموا ما كيستافدوا ماديا لانه كيكوميرسياليزيو السميه ديالهم على انه كيديفلوبيو وكيدخلوا فلوس على داكشي اللي ديفلوباو لي كليون ديالهم فهو واحد السيد يعني تما واحد لونتربرونور جا عندي تما واختار ليا واش ممكن نتلاقى انا وياك على برا على الشركه قلت له مرحبا خرجت برا وتلاقيت انا وياه فرض عليا قال لي علاش ما تكونجاجيش انا وياك في السوسيتي
نكري انا وياك سوسيتي، انا انفيستي، انا نمولها، انا نوقفها ونديروا ديفلوبمون ديال لي ماشين اندستريال كومبري. انا نخدم كلشي سكي ميكانيك بلوماتيك الكتريك الهوتونسيون، وانت تخدم الديفلوبمون الكترونيك. يعني العقد ديال ديك الماشين كامله انا اللي غنديفلوبي، لي كارت الكترونيك اللي غنديفلوبي. فاش كيف قلت لك، فكان عندي جوج عروض، كان عندي العرض ديال انني نخدم امبلوي عند هاد لا سوسيتي اللي كنت عندها ستاج، وكان عندي العرض ديال انني نخدم يعني يكون عندي شركه يعني بورسونتاج 50% ديال الشركه مع هاد السيد الاخر، مع هاد لونتربرونور الاخر. فقبلت العرض المغري وانني نكون اونتربرونور. هادشي عملت شي بالضبط عام 2016 وربما 2014 نص ديال 2013، نص ثاني 2013 الاول ديال 2014 ربما ديك الساعه كنتي مازال لا بروميير اني في السونتر. لا وي كنت وي يعني 2014 الاخر ديال 2014 الاول ديال 2015. حيت ربما راك تبان راك كبير، وكاين كاع ما قلتيش شحال في عمرك، راك مازال. او انا صراحه لحد الساعه كنستغرب هاد القضيه ديال انني كتبان في الهيئه ديالي انني كبير في لاج، باش ان الانسان كيتيق يعني ما كيقولش انا خدام مع واحد باقي صغير. أيوة. ما عندوش اكسبيريونس والله. بحال انا اخويا راه مازال كنبرسنا الحليب ثاني. داكو دونك خديتي هاد السير الفرصه ديال اونتربرونور. نقطه مهمه ذكرتيها، البروفيل ديالك مع الناس مهم في المغرب، اخص في المغرب مهم. يعني ملي كتمشي عنده جون لابس حوايج ديال لي جون، ما كيدويش معاك بالطريقه اللي غيدوي معاك، ما غيدوي مع واحد اخر اللي كبير فراج فكر كبير فراج وعنده اكسبيريونس، فهمتيني؟ كيكون فرق. فديما هو كيعتبرك انك مشيتي عند شي واحد اللي عنده اكسبيريونس كبير و اونتربرونور كبير غتعامل معاه، فديما هو كيعتبرك انك راك صغر منه، ما كيعتبركش على انك بحاله في النيفو ولا ممكن يعطيك نفس الوقت ونفس الخاطر. وي فهمت. فهذه حتى هي انا يعني توصلت ليها من بعد، كنت وصلت ليها وبقيت لابس هذا البروفيل ديال انني كبير فلاج، فاش كنخلي الحياه وكنخلي دابا انت تنكر، دابا انت راك ماشي محسن دابا انت. ايوا هذاك. مزيان اخويا عفريت، واحد قلنا كنقول مالك الحياه داك الشيء. داكور دونك رفضتي داك العرض ديال سي دوزو باش تمشي تخدم كوم اوتو انتربرونور مع السيد صاحبك اللي عنده الشركه ديالو اللي كاين في شنو سمي الشركه اللي كان ممكن تعرفوا حنا على السيد؟ سميتها كانت كنا سميناها مافابكو. السيد هو سميتو هادشي قديم، ساسان، عنده لي ماشين سميتهم ساسان. الا دخلتي فيسبوك ودخل دير ساسان غيعطوك انه كيصوب. دابا لحد الساعه مازال رجع للميتي ديال الاولى، كيصوب دي ماشين ديال طحانات، دي ماشين ديال ماشين صغار اللي كيخدم بهم. كاين هو عنده لاباج، عنده سميتو ساسان. حيد الشركه ديال مافابكو، خلى غير الكنيه ديالو لساسان، دار هي سميت لا سوسيتي اللي خدام بها لحد الساعه. مي الحمد لله انا ديما كنخلي الغلاصون ديالي مزيانين، باقي لحد الساعه كنتلاقى معاه، واخا يعني ما كملتش الفكره اللي كانت معاه ما كملتش. يعني وكانت اخي اش غنقول لك، يعني كان قرار خاطئ. هذاك القرار اللي خديت انني نكون اونتربرونور كان قرار خاطئ. علاش؟ لان ما يمكنش تقرر مع واحد عنده اكسبيريونس في الدومين وفي الدنيا عامه. يعني انت الله طالع جديد مازال ما عرف والو، ما يمكنش تقارن راسك بواحد اللي نجاحه فشل مرارا وتكرارا. كيكون جمع واحد الباجاج اللي ما عندكش انت، وهاد الفكره اللي ما كانتش عندي ديك الساعه وما كانش اللي وريها ليا. ولكن مزيان ربما انك مشيتي تخالطتي مع السيد وتعلمتي منه داكشي، دوك التجارب كاملين اللي هو عاشهم استفدتي منهم، ماشي حاجه اللي خايبه ربما. بطبيعه الحال انا استفدت بزاف الحوايج. ما انما كيف قلت لك انني كانت الفكره ديالي كنحمد لله اني نكبر داكشي، فما ما كبرش. يعني بقينا خدامين، خدمنا ديفلوبينا صوبنا دي ماشين، بعنا دخلنا فلوس. مي السيد كيف كنقول لك يعني ما نقولش طمع، مي بغى حقه. كيقول كيشوف راسه هو انفيستي محط فلوس او ميم طون خدام في تشوسكي ميكانيك هيدروليك الكتريك بنوماتيك، وانا خدام غير الكترونيك،
وكيشوف راسه على انني موفر ليا جميع الحوايج يعني اللي باش نخدم على على راحتي. وهادشي صراحه كان كذب على الله حرام. فشاف راسه انه خصو ياخذ بورسونتاج اكثر من 50%، خصو ياخذ 60% 70%. فملي تحاول معايا في هاد القضيه هادي ما تفهمناش عليها وصافي وفارقنا فسخنا الشركه، ماشي فسخناها يعني سمحت لي فيها يعني بقات عنده هو سميتو وخرج منها انا. داكور ما خديتش كتاسوري لا بارتي ديالك ديال البروغرام ديال ديفلوب، ما بقيتيش كتاسوري ما بقيتش كنأسيريها صافي حتى هو رجع للطريقه الاولى ديالو كيخدم داكشي مانيوال. ف من وراها عاد ثاني ريحت يعني كيف كنقول لك الحياه هي هادي نجاح وفشل نجاح وفشل نجاح وفشل وهذه هي اهم حاجه هذه كنشوفها انا اهم من لي كومبيتونس. اهم من تكون عندك كومبيتونس خاصك تكون عندك اكسبيريونس في دومين وفي حياتك المهنيه او حياتك التجاريه الشخصيه. في الحياه عامه خاصك تكون عندك اكسبيريونس، خاصك تكون كيف كنقولوا حنا في المغرب شبعتي ولا كنقولوا يعني كسبتي واحد 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 الثقه في راسك من خلال ديك النجاح والفشل المتكرر. صحيح كاين هاد القضيه بزاف الناس اللي ربما كاين اللي كيبقى يقرا في الاخر كيلقى راسو مازال ما كيعرفش شحال من حاجه في العالم الحقيقي، كيعرف غير القرايه داكشي، من بعد عاد كيبدا حياه جديده. انت قلتي لي راك بديتي الخدمه شحال هذه، فكنتي باقي صغير بديتي شويه بريكولات، واخا كتبقى ناقصك بزاف الحوايج من ناحيه البروجي ديالك، كيفاش دير لونتربرونوريا ديالك، كيفاش تطلع البروجي ديالك. داكور دونك مورا داكشي فاش جلستي في الدار ولا ربما فاش ما خدمتيش، شنو كانت الليطاب الثانيه مورا هاد الليطاب الثانيه؟ وكيف كنقول لك ملي حاجه اللي كانت مزيانه فيا وما عرفتش من عند الله سبحانه وتعالى، وانا فيما كنمشي كنريح نعاود راجع راسي، يعني فيما كطلع لي شي حاجه بحال هكا كنريح نعاود راجع راسي، خصني نعرف راسي شنو درت وشنو الاخطاء اللي درت، خصني نحاول نقيدهم باش ما نعاودش نطيح فيهم ونستافد منهم، ونعاود داكشي اللي جاي من يعني بلاني نحط ليه بلون، ما نمشيش غير هكا. فاش قلت انا ما غنعاودش ندير سوسيتي، انا كان ديك الساعه في امكاني نعاود نكري انا سوسيتي وندير داكشي راسي وندير نكون اونتربرونور. فقلت لا انا خصني اكسبيريونس، خصني نتحاكم مع الناس ميرا وتكرارا باش نعرفهم كيفاش دايرين، باش نعرف كيفاش نتعامل معاهم، باش نعرف كيفاش نتحاور، باش نعرف كيفاش نقدم راسي ونبيع راسي. هذه اهم حاجه، وكيفاش تكوميرسياليزي داكشي اللي عندك انت. فاش قلت انا غادي نمشي نتونجاجا مع سوسيتي، فكنت عاوتاني رجعت لاياش، رجعت للسيدوزو اللي كنت دز عندهم ستاج، ملي كنت عندهم ستاج ديفلوبينا لواحد الشركه اخرى ديفلوبينا لي بديكارت الكترونيك، كانوا محتاجين ليهم وكانوا كيامبورتيهم من برا وبقاو كيطلبوهم عندهم تماك. فخديت لو كونتاك ديالهم، اتصلت بهم، مشيت عندهم قلت لهم اش كاين، قلت لهم انا اللي كنت كندير لكم ديفلوبمون تما في ديك لا سوسيتي، درت سوسيتي ديالي وما نجحاتش، دابا انا كنقدم لكم راسي، يعني واش بوسيبل انكم ديروا ديبارتمون ديال ديفلوبمون عندكم في لا سوسيتي ونعود نديفلوبي لكم داكشي عندكم هنا في لا سوسيتي، عاود نبقاو تشريو مع الناس وتروح لكم الثمن رخص. كلي كان مشيت ريحت مع لو ديريكتور، جبت لي السي في ديالي، درت لونترونتيا، شفت مع داكشي كامل، وافقت، فهمت انا وياه، صافي هز ليا واحد ديبارتمون في السياج عنده وحطيت لي لا ليست ديال لي ماتريال اللي خاص باش نعاود نديفلوبي ليه داكشي التوسكي الكترونيك اللي محتاجو في لي مارشي، حيت هو هذيك لا سوسيتي كانت كتشد لي مارشي بيبليك في لا سيكوريتي الكترونيك في المغرب، هو تقريبا في المغرب هما تقريبا نفس الدومين مي متخالفين شويه، يعني مازال خدام في الالكترونيك، غير هي غير هذيك الشركه اللي خدام كدير غير لانستالاسيون والميزون سيرفيس وتخدم لي مارشي بوبليك، وانا كنت ديجا كندير ديفلوبمون، يعني كنديفلوبي لي سوليسيون تكنولوجيك ولي سيستيم اون باكي. ف ملي ريحت تقريبا كنقول لك 3 شهور وانا كنتسنى في الماتريال اللي غادي نخدم به، يعني لونسا واحد لونسا في ديك الساعه كانت وظيفه .ma ممكن انك تريكريتي بها لي زومبلوي، لونسينا تماك، جاونا دي ديفيكتيف دوزت لهم لونتروتيان، هزات منهم شي ناس باش يخدموا معايا في لاتولي ديال ديفلوبمون،
وبقينا مريحين كنتسناو في الماتريال غيجي من برا مليون غدا اليوم غدا اليوم غدا كنشوف انا ما جا الماتريال لا والو انا مازال نهار على نهار كنتسنى وكيدوز ديال الصالير وكنتخلص وكل شيء يعني كون كان شي واحد اخر كان ممكن يبقى يدير رجل لرجل ويبقى يتخلص هو مريح هي مريح شاد بيسي ديالي كانت كونيكتا كنحاول نخدم داكشي اللي في بيسي مي كان باش نخرج داكشي للواقع خصني الماتريال باش نخدم